عارفه يا وليه، محدش بيظبط لي القهوه الا انت، عشان كده انا باقيه عليكي. يبارك لك يا حاجه، اهو حاجه بناكل منها عيش وخلاص. ارزاق ومقسمها ربنا، ما هو لازم يكون لك فايده، ولا عايزه تعيشي سفلقه؟ يو يا حاجه، يا فرقه معاك؟ ده انت ام الكرم كله. ايه مالك دبلانه كده؟ حاسه انك عايزه ترجعي؟ يعني نبارك؟ الظهر يا حاجه الكوابيس رجعت لها من تاني. ابقي اضغطي كويس ولا قللي في الاكل. شرابيه؟ نعم يا حاج. قومي اعملي لها ليمونات. حاضر يا حاج. تعال اقعد. ها قولي لي شفتي ايه؟ ابوكي تاني؟ سيبي عظم التربه مطرحه، ما تنبشيش القبور، خليه مدفون باللي فيه. بشاير يا بشاير، فين البرشام بتاع الصداع؟ عندك في درج الكوميدين. بشاير، انت يا بشاير، ايه في ايه؟ مالك بتزعق لي؟ ايه ده ست هانم؟ ده برشام. برشام؟ تعال. مش عارفه ايه ده؟ ده ترامادول، مخدرات يا ست هانم، مخدرات في بيتها. ده انت نهار ابوكي اسود، نهار ابوكي اسود، ترامادول في بيتي؟ والمصعب معروف انه مخدرات. امال فاكراه ايه؟ ملبس ولا حلاوه المولد؟ قالوا لي المسكن بيخفف الالم. الم؟ وانت لسه شفتي الم؟ ده انا هخلي كل حته في جسمك تقول دايم الالم. وجبتيه منين يا بنت؟ نادي جارتنا هي اللي اديتهولي، قالت لي انه بيسند في وقفه المطبخ والجري ورا العيال طول اليوم، لقيته نافع علي. دي بقالك كتير؟ وانا فاكرة وانا بقيت عارفة راسي من رجلي، انا خلاص تعبت وتعبت عيني وتقطع وسطي، اخرت عضربه ومرمطة وقلة قيمة، كل ده عشان خاطر حتة برشامة خدتها عشان تسند طولي في القرف اللي انا فيه النهارده. رمانة موجودة؟ باشا أنا قدامك أهو. إيه الحلاوة دي؟ إيه اللي أنتِ عاملاه في نفسك ده يا رمانة؟ مفيش يعني، اصلا انا كنت. الله مالك متخشبه كده؟ ما تيجي تقعدي. لفه كده ليه يا رمان؟ كنت رايحه تزوري حد من اهلك ولا ايه؟ حسب علمي ان انت مقطوعه من شجره ومالكيش اهل خالص. كنت رايحه فين؟ لا خالص، اصلا يا باشا كنت رايحه اوفي نادر. بيوفيه بعدين. هو في ايه يا باشا؟ مفيش، هفتي عليا وعارف انك مش رايحه الكباريه، قلت اجي. انا انت لسه ما عملتيش كاس لغايه دلوقتي ليه؟ ده حتى بيقولوا اكرام الضيف سقيه، ولا نسيتي؟ لا خالص ابدا. حاضر عينيا. لحظه واحده.
ايوه يا بيسا، بقول لك ايه، ما تعمليش المكالمه دلوقتي. رمانه يلا بقى ما تيجي. ايوه حاضر، جايه حاضر. خلاص هفهمك بعدين، اقفلي دلوقتي. يلا سلام. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بومبا يعني؟ بقول لك ايه، انا ما عجبنيش الكلام ده، فهميها كده، انا ما حدش يقدر عليا. فهميها انها تنجز، انا مش هستنى كتير. سلام يا اختي. رزق وادي رزق. اؤمر يا معلم. عملية النار في شنك، سك على اللي عندك. يعني فضها ولا على رنة منك؟ على رنة يا ايور. خدامك. انت عارفة يا رمانة، انا ماليش في الغصب، كل حاجة عندي كيف ومزاج، بس بمزاج انا يا باشا. ومزاجي قال لي ان انا اجيلك لغايه هنا النهارده. انت نورت بيتك ومطرحك، ده كله من خيرك، احنا نقيد لك صوابعنا العشرة شمع. الله على نقيد لك دي، الله، اموت في البلدي.